الاخطاء التحكيميه اللي غيرت نتيجه مباراه، منها ركله جزاء وادي دجله اللي ما اتحسبتش، ونفكركم كمان في دقيقه كده كمان ركله جزاء، ركلتي جزاء المقصه امام الزمالك، وكمان هدف المقاولين اللي جاء من ركنيه ما فيهاش اي اساس من الصحه. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. هنا طبعا اللعبه دي اللي جايه هي طبعا جت في ايده، وركله جزاء واضحه جدا، لان اللاعب هنا الكره ايده مش في الوضع الطبيعي، يعني تعتبر كمان ايده فوق كتفه، وبالتالي لمسه اليد موجوده، وبالتالي داخل منطقه الجزاء، فطبعا تبقى ركله جزاء لم تحتسب. يعني رغم ان يعني اعتقد ان محمد معروف كان يعني ممكن يقدر يحسها بشكل، لكن مش عارف صعب فيها. هنا طبعا محمود علاء ما فيش شك الدفع واضح، ويعني ودفع صارخ زي ما بيقولوا. هنا محمد يعني عنده رؤيه، فيجن، في فيجن بالنسبه له يعني، والخطا واضح، ما تقولش مش واضح، يعني هو كان هنا ممكن جدا بكل سهوله يحتسب ركله الجزاء، وركله الجزاء ما حدش يقدر يعترض عليها، حتى الاثنين بتوع الزمالك اللي واقفين شايفين الدفع والحاجات دي كلها، لكن هي طبعا اقوى قرار، ويعني زي ما بيقولوا خدوا الحكم بعدم الاحتساب. نيجي بعد كده ركله الجزاء ونشوف الحاله، طبعا واضحه جدا. بص بقى هنا، بص حمدي نجاز، يعني ايد ودي رجل، اهي يد بتدفع ورجل بتعرق، اذا الخطا موجود وركله الجزاء واضحه ولكن لم تحتسب. هدف الزمالك الاولاني، وانا عايز اقول طبعا فيه انه طبعا هي تسديده، والحارس بيعمل التراي، الحكم المكان بتاعه زي انا موقف كده بيقول ان جت في ايده، لكن مع الاعاده التلفزيونيه ما جاتش في ايده خالص. مش عايزينكم تملوا، احنا دايما قلنا معانا صندوق، ثلاث مباريات فيهم اخطاء تحكيميه مؤثره في نتيجه المباراه. احنا لا استعرضنا ركله جزاء غير صحيحه اللي اتحسبت للزمالك امام انبي لان الزمالك اتهزم، ولا استعرضنا ركله جزاء للجيش لم تحتسب امام الزمالك لان الزمالك انهزم امام الجيش، ولا حتى استعرضنا ركله جزاء واضحه وصريحه ونتيجه 1-0 للزمالك امام الجونه لان النتيجه انتهت 0-0. فست نقاط موجودين في حصيله نادي الزمالك من اصل 25 نقطه بالاخطاء التحكيميه، مقابل 0 نقطه للنادي الاهلي بالاخطاء التحكيميه. احنا قد الثقه وبدانا من اول الموسم، وعشان ثقتنا دي هنوصل لنهايه الموسم، بس الصندوق هيتملي في الدور الاول تقريبا. الصندوق يتملي، انا خايف حلقه نطلع نقول للجمهور احنا معاكم في فقره الصندوق، ويفضل الجمهور يتفرج على اخطاء تحكيميه لنهايه الحلقه، هنفضل نرصد وهنفضل نقول، والتكرار بيعلم الشطار اكيد، ولكن لازم نقف عند بعض الاخطاء التحكيميه الواضحه والصريحه، ونقاطها فرقت كتير جدا مع الزمالك في ترتيبه في الدوري. ننتقل بقى بيكم لحاجة تانية خالص، مش هنناقش الفقرة دي عشان نقول كابتن محمد